أهلا بكم. ما أسباب الاستهداف المتبادل والتسقيط بين شركاء العملية السياسية الذي يعد السمة الأبرز في النظام السياسي في العراق ما بعد العام 2003؟ هل الصراع بين شركاء العملية السياسية على المناصب والنفوذ والإثراء هو من أجل مصلحة الشعب العراقي أم من أجل مصالحهم الضيقة؟ الشعب العراقي الذي استنزفت أمواله العامة وثرواته بالإجبار وتحت الحديد والنار والآلة القمعية للنظام السياسي المحاصص في العراق من إدامة دوران عجلة هذا النظام الذي يتهمه الشعب بالفساد وبالتبعية لإيران. فها هو الصراع السياسي في العراق ينشط بقوة مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، فأخذوا يفضحون بعضهم بعضا كفضيحة التعاقدات السياسية مع شركات أمريكية بملايين الدولارات في إطار الصراع على السلطة والمناصب في البلاد، لا سيما بعد إقالة محمد الحلبوسي الذي كشف أن أكثر من 284 جهة عراقية شملت مسؤولين وأحزابا بارزة من بينهم نور المالكي وهيئة ميليشيا الحشد تعاقدت مع شركات أمريكية بملايين الدولارات. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب وانعكاسات تبادل الاتهامات والتراشق والتسقيط بين شركاء العملية السياسية، ولماذا تعد هذه الظاهرة السمة الأبرز في نظام المحاصصة الطائفي في العراق من بعد العام 2003 والاحتلال الأمريكي لهذا البلد وحتى الآن، وأيضا نتحدث عن تداعيات بقاء نظام الفساد على الواقع العراقي ومستقبل أجياله. سيكون معنا في هذه الحلقة كل من الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيوفك الأعزاء. حياك الله أستاذ، وأيضا أرحب بالأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا ضيوفكم ومشاهديكم الأعزاء. حياك الله. إذن مشاهدي الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. الصراع السياسي في العراق بلغ ذروته وبدأ الشركاء الأمس في العملية السياسية يفضح بعضهم بعضا كفضيحة التعاقدات السياسية مع شركات أمريكية بملايين الدولارات في إطار الصراع على السلطة والمناصب في البلاد، لا سيما بعد إقالة محمد الحلبوسي الذي كشف أن أكثر من 284 جهة عراقية شملت مسؤولين وأحزابا بارزة من بينهم نور المالكي وهيئة ميليشيا الحشد تعاقدت مع شركات أمريكية بملايين الدولارات، فيما اتهم نواب جهات سياسية باستخدام أموال الدولة ضمن دعاياتها الانتخابية، محملين مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية مراقبة الأموال المستخدمة في الانتخابات، وهذا ما أكدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من استغلال مرشحين من كتل متنفذة لملف الرعاية الاجتماعية لتحقيق مكاسب في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. بينما لجأت الأحزاب الميليشياوية المرتبطة بإيران لاستخدام الخطاب الطائفي في حملات الترويج الرخيصة التي تستسهل إراقة دماء العراقيين من أجل الاستحواذ على السلطة والأموال، مع تلك الصراعات والتسقيط السياسي واقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، فإن ثمة دعوات لمقاطعة تلك الانتخابات لانعدام الثقة بين الشعب والأحزاب التي تعمل على خدمة مصالحها الخاصة وإضعاف العراق وتراجعه في جميع الميادين. فيما يرى مراقبون أن الاستهداف المتبادل بين شركاء العملية السياسية سيظهر ما تخفيه ملفات الفساد ومدى التبعية للاحتلالين الأمريكي والإيراني، لكن كل ذلك سيجري على حساب العراق ومعاناة العراقيين. إذن أبدأ معك أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، على ماذا يتصارع السياسيون في العراق؟ هل يتصارعون من أجل الشعب أم يتصارعون من أجل أنفسهم؟ الشركاء السياسيون وفرسان العملية السياسية هم بالحقيقة أبعد ما يكونون
على الحرص على مصلحة المواطن العراقي. هؤلاء هذه القوى السياسية المتصارعة حاليا على هي تتصارع من أجل تحقيق أكبر ما يمكن تحقيقه من المكاسب الضيقة ومن لتحقيق النفوذ في مؤسسات السلطة، وهم طبعا أبعد ما يكونوا عن تفكير في مصلحة المواطن وفي المصلحة الوطنية العليا للعراق. العملية الحالية التي نشهدها عملية التسقيط وحالة الصراع المحتدمة، خصوصا ونحن نقترب من موعد الانتخابات المحلية، انتخابات مجالس المحافظات، هذه العملية بالحقيقة نشهدها في كل محطة انتخابية، لا سيما في محطة الانتخابات البرلمانية. العملية بالحقيقة خاضعة لمكاسب كبيرة ستتحقق لكل من سيفوز بمقعد في مجالس المحافظات. لماذا؟ لأننا نعلم بأن مجالس المحافظات تتميز كثير، لديهم امتيازات كثيرة طبعا، خصوصا ما يتعلق بالميزانيات الضخمة التي تخصص لعملية التنمية في هذه المحافظات. لذلك قبل أن ندخل في تفاصيل مجالس المحافظات وما هي المكاسب التي يمكن أن تتحقق لكل من يحقق قدما في هذه يحظى بفوز في مقعد في هذه المجالس، مع كل هذه الميزانيات الضخمة، مع كل هذه الميزانيات الضخمة وهذه المليارات من أموال الشعب العراقي والتي تخصص، ماذا خصص النظام السياسي منذ عام 2003 للقطاعات الاقتصادية في العراق، سواء القطاع الزراعي، القطاع الصناعي؟ هل اهتموا بدخل المواطن العراقي؟ هل اهتموا بما تهتم به الدول النامية أو حتى الدول التي تحاول أن تنمو؟ الاهتمام الدولة واهتمام القوى السياسية التي هي التي تنتج السلطات، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية، هذه القوى المنتجة لهذه السلطات بالحقيقة لم تكن مصلحة المواطن تشغلها. الاهتمام الأوسع أو الأهم في ما يتعلق بمسألة هذه القوى هو مصالحها ونفوذها. طيب، وبالتالي ولا أستاذ لبيد، اسمح لي فقط أن أتحول الأستاذ عبد القادر النايل عاد إلينا مرة أخرى. أستاذ عبد القادر النايل عفوا، مصلحة المواطن العراقي لم تكن ضمن أولويات نظام المحاصصة منذ عام 2003، يا ترى ما الأسباب بأن يغيب أو تغيب مصلحة المواطن؟ أستاذ عبد القادر تسمعني؟ أستاذ عبد القادر النايل، هناك مشكلة لا زالت موجودة إلى الآن؟ إذن أستاذ لبيد نعود إليكم مرة أخرى. يعني عندما يتحدث المواطنون العراقيون عن مقاطعتهم للانتخابات منذ عام 2018، هي السنة ربما التي صار العراقيون على يقين بأن هذا النظام لا يأتي بخير، وأنه نظام أسس بالأساس لكي يسرق العراقيين ويدمر العراق، وبالتالي ما موجود على أرض الواقع في العراق هو خير دليل. الاقتصاد متهاوي، القطاع الصناعي يكاد لا يذكر، القطاع الزراعي محارب، في كل مواطن التنمية التي كانت موجودة قبل الاحتلال هي انعدمت بعد الاحتلال، وأصبح فقط المواطن العراقي هو المتضرر من هذا النظام. من وجهة نظرك، يعني هذا الأمر كيف يروق لحكومة تسعى لإقامة انتخابات جديدة بأموال عراقية وبأموال الأموال العامة أو المال السياسي، كيف لها وجه أن تقابل الشعب وهي لم تحقق أي شيء على أرض الواقع؟ نعم، الحكومة الحالية بالحقيقة إذا نظرنا إلى أولويات الحكومة الحالية أو الأمور التي تجعل الأهداف التي هي نصب عين القوى السياسية الحالية التي تتشكل منها المحاصصة الطائفية، هي بالدرجة الأولى هي تقاسم المناصب، تقاسم النفوذ، تقاسم المكاسب، الفساد الذي تنتجه العملية السياسية الحالية
هو عبارة عن حصص، يعني هذه الحصص تذهب لكل طرف مشارك بهذه العملية السياسية التي نشأت منذ بدايات الاحتلال في عام 2003. المسألة المهمة الأخرى التي تشغل أو التي تشكل إحدى أولوياته درجة متقدمة في سلم أولويات الحكومة والعملية السياسية الحالية هي مسألة الولاء لإيران، لأن الحكومة الحالية بالحقيقة أنتجت مع الزمن، نجحت في إفشال الدولة العراقية، فالدولة العراقية أصبحت فاشلة بالحقيقة ومتحكم بها، يعني الملف العراقي أصبح متحكم به من قبل إيران. لذلك فمسألة تعزيز الولاء لإيران مسألة إذن المواطن ليس في محور أي اهتمام لحكومات ما بعد عام 2003، ولكن الاهتمام هو إرضاء إيران كتابع، وهذا الاستهداف المتواصل بين أقطاب العملية السياسية وشركاء العملية السياسية يصب في مصلحتهم الضيقة التي بالتالي تصب في مصلحة إيران أيضا. أستاذ لبيد، إذن اسمح لي فقط أستاذ عبد القادر، أسباب الاستهداف المتبادل بين شركاء العملية السياسية، هذا الاستهداف هو من أجل مصلحة المواطن؟ هل هم غيرة على المواطن العراقي، غيرة على العراق، يستهدفون بعضهم بعضا بفضائح عندما يكون هناك أحدهم مستفيدا تجده صامتا ولا يخوض في فضائح، ولكن عندما تتضرر مصلحته يجد أنه يفضح شركائه، وهذا ما يلمسه العراقيون وينتقدونه؟ تفضل أستاذ عبد القادر. بدءا مجالس المحافظات المزمع إقامة انتخاباتها في 18 من هذا الشهر هي حقيقة باب كبير من أبواب الفساد، وهي البوابة الرئيسية لاستنزاف المحافظات، وقد حقيقة عاش أبناء هذه المحافظات بعيدا عن هذه الصراعات التي يرونها في بغداد وفي الحكومة الموجودة هناك في السلطات الحكومة والمنطقة الخضراء، وبعيدا عن إرهاصات الأحزاب في هذه المحافظات التي حلت هذه المجالس بسبب ضغط ثورة تشرين ومتظاهريها، وكانت حسنة كبيرة يوم أن تخلص الناس من مجالس المحافظات، وهي حقيقة بابا آخر من أبواب الفساد الكبيرة، لأنه المشروع الذي ينفذ في هذه المحافظات إذا كان المحافظ والمشرفين والوزارة تسرق 30-40%، فإن هناك أمل في أن نصف هذه المبالغ ستنفذ حتى وإن لم يكن المشروع قد ينجز. الآن حقيقة نتكلم عن باب آخر أضيفة للمورد المالي من خلال أن هذه الأحزاب متنوعة، وبالتالي كل حزب يريد مبلغا ماليا من المشاريع التي ستطرح في هذه المحافظات، لذلك ستكون بابا للفساد. وثانيا هذه الصراعات السياسية الحالية صراعات من أجل النفوذ لصالح الأحزاب ومن أجل الهيمنة على مقدرات المحافظة، وبالتالي هم يريدون أن ينتشروا ويحققون انتشارا على أكثر عدد من المحافظات حتى يكون لديهم حقيقة موردا ماليا من الفساد، وثانيا موطئ قدم للانتخابات النيابية القادمة، وبالتالي تعزيز نفوذهم على حساب معاناة المواطنين. ولذلك لم يكن في حسبانهم أي من أي أعمالهم المواطن مطلقا، بدليل لا المجالس السابقة ولا التي ستأتي ولا التي تم حلها استطاعت أن تؤسس لخدمات حقيقية في هذه المحافظات، فلا زالت هذه المحافظات منكوبة، يعني لم يذكر أن هناك مستشفى تم بناؤه في أي محافظة، لم يذكر أن هناك مدارس تم استيعابها ومدارس تم بناؤها بشكل متطور، ولم يذكر أن هناك حقيقة مشاريع استراتيجية ومنها معامل تم إنشاؤها حسب المحافظات ومصالح المحافظات أو الموارد الأولية الموجودة فيها. لذلك إذن ماذا نتكلم عن مجالس محافظات، أو ماذا نتكلم عن سياسيين متصارعين؟ نتكلم عن ارتفاع مستويات الفقر، نتكلم عن ارتفاع معدلات البطالة، نتكلم عن عدم وجود خدمات، نتكلم عن ضياع
أمل العراقيين وأجيال العراقيين وشباب العراقيين الذين أصبحوا أو أصبح الآن حلم الهجرة خارج العراق هو رقم واحد بالنسبة إليهم بسبب وجود نظام فاسد إلى الآن هو موجود في العراق ويدار؟ ويا ترى أستاذ عبد القادر، هذا النظام من قبل من هو محمي؟ هل هو من قبل قضاء مسيس أم من قبل قوى إقليمية؟ يعني هذه المؤسسات الداخلية هي مؤسسات لخدمة هذا النظام أو هذه العملية السياسية، سواء كانت قضائية أو إدارية أو غيرها، لأن هذا النظام شكل برعاية أمريكية إيرانية بعيدا عن إرادة العراقيين. ولذلك عندما تم المطالبة بالدوائر المتعددة الصغيرة بقانون الأحزاب الحقيقي، بمتابعة موارد الأحزاب المالية، من أين هذه الأموال؟ المال السياسي اليوم مخيف في شراء الذمم، كل هذه الحقيقة تم التغاضي عنها وعدم تنفيذها، مع أنها كانت مطالب للجماهير المنتفضة، لأنهم لا يريدون أحد أن يشاركهم، لأنهم هؤلاء من أوجدهم الاحتلال الأمريكي والإيراني، وبالتالي يريدون البقاء على الهيمنة ومقدرة العراق. ما تتكلمون عنه بمؤسسات قضائية وأخرى ومفوضية انتخابات، كلها وليدة هذا النظام وتلك الشخوص المتهمة بالفساد والتي ثبتت إدانتها بشكل واضح تماما. ولذلك حقيقة صراعاتهم التي ترونها لم تكن هذه الصراعات السياسية على المغيبين، يعني عندما ترى صراعات حالية بين أقطاب العملية السياسية الذين يمثلون المكون السني زورا وبهتانا، ترى أن هذه الصراعات بينهم ويتنابزون بالألقاب والألفاظ البذيئة، ويتنابزون والتهديدات فيما بينهم على قدم وساق، وربما الإعلام الآن الشاغل المشغول، وأقصد هنا الإعلام الحزبي وغيره، يسوق أو يناقش هذه الخلافات. هذه الخلافات لم تكن على المغيبين، لم تكن على المعتقلين وقانون العفو، لم تكن على مصلحة عامة مطلقة، لم تكن على عملية انتشال الجثث في الموصل، لم تكن على محاسبة الفاسدين الذين تم إدانتهم بصفقة الغير وغيرها، لم تكن على سيادة البلاد ومناقشة لماذا لا يعود أهالي جرف الصخر. إذن هم يتنافسون ويتصارعون على مكاسب فئوية وشخصية لصالحهم فقط، ومن يدفع أموالا للأطراف التي بيدها القرار، وهنا أعني الإطار التنسيقي، ربما سيحظى بالرعاية. ولذلك تجد أن مثلا على سبيل المثال عندما مالت الكفة للمالكي أزاح الحلبوسي سياسيا، وعندما في يوم من الأيام أزاح قيادات حسم كالعيساوي والكربولي، الآن أرجعهم، وبالتالي هؤلاء حقيقة يعني يضحكون على أنفسهم بأنهم يستخدمون ويرمون، ولا حقيقة تأخذهم غيرة على أنفسهم أنهم عندما يتم إهانتهم ثم يتم إعادتهم ثم يتم إهانتهم ثم يستخدمون فيما بينهم، وهم حقيقة يعني متشبثين بهذه المناصب على حساب كرامتهم. فالذي يفقد الكرامة هل يمكن له أن يؤسس لأن يستجلب الكرامة أو أن ينتفض لواقع مأساوي ويمكن أن يخدم المواطن؟ الجواب كلا. لذلك حقيقة ترى أن هذه الصراعات صراعات فئوية شخصية على الأموال التي سرقوها، وكل يريد المحافظة على مكتسباته الشخصية ولا يأبه للمواطنين. والمصيبة الأكبر أنهم يدفعون أموال طائلة للأطراف الميليشياوية، وأما على أبناء جلدتهم فهم لا ينفقون لا على مريض ولا على نازح. هل رأيت من أحد هؤلاء ذهب إلى مخيمات النزوح ووجد حلا لهذه المخيمات التي تغرق في الشتاء وتحترق في لهيب الصيف؟ لم تجد لهم واحدا استطاع، يعني لم يتصارع، لم يتصارع. نعم. يعني اكشف لك معلومة مهمة، حتى الذين يصنعون لهم الدعاية الانتخابية، ورش الحدادة الآن، أقل حداد في هذه المحافظات، وتكلم قسما منهم معي، أقل حداد يعني له طلب مادي أو مالي على المرشح لا يقل عن 100 مليون دينار عراقي إلى 400 مليون دينار عراقي. حتى هؤلاء الذين ينفذون رغباتهم في إيجاد الدعاية لا يعطيهم أموالا، لكن عندما يذهبون إلى الحشيد وإلى بعض المتنفذين لإبرام صفقة أو للمحافظة على عدم إصدار أمر قبض أو حرمانه من العمل السياسي، ينفقون ملايين الدولارات.
نعم نعم أستاذ القادر. أستاذ لبيد، قرار المحكمة الاتحادية عندما يستهدف إسقاط شريك من شركاء العملية السياسية لابد له من اعتبارات ربما طائفية أو اعتبارات سياسية للتسقيط وبالتالي الوصول إلى الهدف من هذا القرار. يعني نتحدث عن موضوع القضاء في العراق، المحكمة الاتحادية وقراراتها، نتحدث عن القضاء في دول العالم كمعيار لتقدم أي دولة نظيفة، لتقدم أي مجتمع. في العراق إلى أي مدى استخدم القضاء مطية لتنفيذ أجندات النظام السياسي المحاصصي؟ نعم، بس من فضلك اسمح لي بأقل من دقيقة، يعني أحب أن أعلق على ما مر به الأستاذ عبد القادر. نعم. النايل فيما يخص المستشفيات هو قال أنه لم تبنى أي مستشفى جديدة في كل المحافظات في العراق، هذا طبعا صحيح، لكن المستشفيات في وضعها الحالي، يعني أنا أتذكر إذا سمحت لي، يعني عند في بداية الحرب على غزة، يعني شفنا ويوميا نشوف مستشفى أكثر من مستشفى في داخل غزة. في البدايات يعني كانت المستشفى قبل أن تهدم وقبل أن تقصف وتخرب كنا نشاهد المستشفيات وش قد نظيفة وش قد مرتبة وشلون الأداء مالتها أداء جيد. بالحقيقة أصغر مستشفى أو قل ما بين هلالين أسوأ مستشفى في غزة كان أحسن من مدينة الطب، أحسن من وأحسن من مستشفى اليرموك في 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 الوضع الحالي. يعني إذا ذهبنا إلى عينا مستشفى مدينة الطب ومستشفى اليرموك بالحقيقة هي أقرب إلى الخرائب وأقرب إلى، إذا تسمح بها الكلمة، إلى المزابد منها إلى المستشفى. غزة طبعا محاصرة وغزة تعرضت لضربات، وهذا ما قدمه السياسيون للشعب العراقي. نعم، هذا ما حول المرافق الخدمية والمشافي. نعم نعم نعم. عودة إلى سؤال حضرتك، يعني بالنسبة للسلطة القضائية، بالحقيقة السلطة القضائية هي من إنتاج حالة الفساد القائمة حاليا. السلطة القضائية تنتج ناتجة عن تنتج بالتواشج ما بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وعملية إنتاج السلطة القضائية بما أنه هي ناتجة من هذه العملية هي بالحقيقة أيضا تكون فاسدة، يعني فلذلك وتكون مسيسة. وهناك أيضا في مقاعد الحكماء أو القضاة الذين هم يشكلون قيادة أو إدارة السلطة القضائية هم بالحقيقة أيضا خاضعون للمنافسة. هناك عدد مخصص للقضاة الشيعة وعدد مخصص للسنة وعدد مخصص للأكراد، حتى في هذه المكونات وتقسيمات. نعم نعم. يخطر المحكمة الاتحادية بالحقيقة لا يمكن أن تكون مستقلة أو نزيهة بما أنها هي خاضعة لهذه للمحافظة وبما أنها هي ناتجة. أستاذ لبيد، اسمح لي فقط أن أنتقل بنقطة فقط بسؤال الأستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، هل الشعب العراقي يعني يهمه أن مثلا النسب، المكونات، نسبة كذا يجب أن تكون للسنة، نسبة كذا يجب أن تكون للشيعة، نسبة كذا يجب أن تكون للكرد، أم يهمه أن تقام المستشفيات والمدارس ودعم القطاع الخاص وأن تعلو معدل دخل المواطن، تتحسن التنمية الاجتماعية، تتحسن التنمية الاقتصادية، يكون هناك ازدهار في البلد؟ هل المواطن حريص أيضا على ما حرص عليه السياسيون منذ عام 2003 مثل ما يتحدث نور المالكي عن النسب والمكونات؟ يعني دائما يركزون على موضوع، يعني الإطار ونور المالكي يركزون على موضوع المكونات وموضوع النسبة الأكبر وإلى آخره. السمكة عندما تخرج من الماء ستموت، والإطار التنسيقي والمالكي عندما يخرجون من المحاصصة الطائفية سيموتون، لا وجود لهم، بدليل الانتخابات الأخيرة لم يحصدوا شيئا. لذلك حقيقة الشعب العراقي أكد في كلمة واضحة له وموقف واضح في تظاهراته جميعا، ينبذ الطائفية بشكل واضح، ومقاطعته للانتخابات فعل ميداني ورسالة واضحة أنه لا يؤمن بالقضية المحاصصاتية،
ولأنه يرفض هذا النظام لأنه محاصصاتي. وبالتالي لو كان هناك أمل في هذا النظام لما قاطعه بهكذا مقاطعة كبيرة، اضطرت مؤخرا المالكي يخرج يقول أن الذين شاركوا بالانتخابات أقل من 19%، يعني حتى نسبة المفوضية هو أعطى تدني أكثر منها. لذلك هذه الاعترافات تؤكد أن الشعب العراقي عازم على أنه لا يريد هذا النظام المحاصصاتي ولا يأبه له، بدليل لو كان داعما له لخرج المكونات لدعم العملية الطائفية بشكل كبير، ولو وجدنا أن هناك صناديق الاقتراع والانتخابات على أوجها وأن الأحزاب لديها دماء جديدة. هذا يؤكد أولا كل الأحزاب الآن فقدت قيمتها الشعبية، حتى المنظمة، هنا أقصد على سبيل المثال الحزب الإسلامي في العراق، الحزب الدعوة، أحزاب أخرى هذه لها أيديولوجية معينة، هذه فقدت شعبيتها بشكل كبير وواسع، لأن الشعب لا يؤمن بهذه القضية، فضلا على أن جميع التكوينات السياسية الأخرى هي مجرد اسم وشخص، وبالتالي يتم عن طريق المال السياسي تجميع مرشحين. يعني أضرب لك مثلا، وهذا المثل سأضربه في الأنبار وهو ينعكس على باقي المحافظات، لكن هذا ليس تحليل، هي معلومة. بعض المرشحين الذين فعلوا ربما مؤتمرات وغيرها، عندما تسلموا أموال لحملاتهم الانتخابية لم يصنعوا أي لافتة لهم، وعندما سألوهم المواطنين قالوا نحن يعني احنا دخلنا للاستفادة المالية. أحدهم في زنقورة، في منطقة زنقورة غرب الرمادي، ذهب لشراء سيارة واشترى سيارة فارهة بالمبالغ الذي وصلته من حزبه، وأخرى مرشحة اعتزلت السياسة بعد أن استلمت المبلغ المالي وهي مرشحة، ذهبت لإكمال منزلها حتى يتم الانتقال هي وزوجها وأبنائها في المنزل الجديد. إذن هؤلاء المرشحين لو يملكون فكرا داعما، وهنا لا أقصد الجماهير، الجماهير رافضة، حتى المرشحين داخل هذه الأحزاب لا يؤمنون بهذه المحاصصة، بدليل على أنهم يدخلون في العرك الانتخابي من أجل الحصول على أموال للاستفادة منها بهذه الطريقة. إذن هو نظام أغلق على نفسه الفشل، بدليل أن القاضي يسمح لنفسه أن يرشحه حزب طائفي ليكون مكونا في المحكمة الاتحادية الذي أشار إليها ضيفك. فإذن هي سياسية وليست قضائية قانونية. إذن من هذا المنطلق حقيقة تجد أن هذا النظام السياسي الطائفي في العراق يزداد عزلة داخليا قبل أن يكون خارجيا، ورغم أنه مقدم له جميع التسهيلات من الدعم الأمريكي، من الفرض الاعتراف به للدول المجاورة والدول الأوروبية، دعم سياسي كبير تحظى به من خلال مكتب المفوضية الأمم المتحدة وجولاتها مع السياسيين، كل هذا لم يستطع إقناع الشعب العراقي أن يكونوا أحزاب إيديولوجية منتشرة شعبيا فيها جماهير حقيقية، ولم يستطيعوا أن ينقذوا أنفسهم، ولذلك هم محاصرون داخل العراق ويزدادون عزلة حتى فيما بينهم، ولذلك تجد أن الصراعات فيما بينهم على أوجها. ولذلك حقيقة أقول في العالم الانتخابات تمهد إلى الاستقرار، إلا في العراق فإن الانتخابات بسبب هذه الصراعات الحزبية على المكاسب الشخصية تزداد ضراوتها. وإذا كان هناك اليوم مؤتمرات تسقيطية فيما بينهم في الأنبار وقد كشفوا وهذه حقيقتهم، فإن في النجف تم استخدام الأسلحة الثقيلة كالRPG-7 وغيرها لقصف المقرات كما قصف مقر حزب الدعوة. إذن هذه الانتخابات وهذه الصراعات وهذه العزلة من الشعب العراقي الذي يقاطع الانتخابات بشكل كبير تماما ستلقي بظلالها على ما بعدها، وستكون الصراعات ممتدة وربما تصل إلى التصفيات الجسدية، لأن الشعب العراقي حقيقة ماذا يرى من هؤلاء؟ يعني عندما نتكلم عن مجالس المحافظات نتكلم عن 30 مليار دينار عراقي شهريا رواتب لهم ومخصصات، سواء للمتقاعدين المجالس الماضية أو الحالية. إذن هذا الرقم كثير في بناء مستشفيات يعني التي أشار إليها ضيفك الكريم وهي قد تراجعت، يعني لم يحافظوا حتى على الأبنية والمستشفيات المشيدة والمقيمة التي أصبحت حقيقة مسرحا للحيوانات ولا يمكن أن تقدم خدمة.
وبالتالي يمكن أن نبني نظاما علميا متطورا، جامعات متطورة، لكن هؤلاء لا يبهون سوى للسرقات. ولذلك المبلغ عالي عندما يرى الشعب العراقي مجالس خدمية كان المفروض الآن نذهب إلى أن تكون مجالس بلدية. المعني بالخدمة هي المجالس البلدية، فلماذا حلقة زائدة كمجالس المحافظات؟ ويأتي أحزاب وتفتح مقرات في هذه المحافظات، وبالتالي تكون هذه المكاتب بؤرة شر وفساد على أبناء هذه المحافظات بشكل واضح وصريح. أن السياسيون هم محور هذا النظام والفائدة لهم، والعراقي المواطن العراقي مستبعد جدا من اهتمامات هذا النظام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. إذن مشاهدينا الكرام، بالعودة إليكم مرة أخرى، صراع الشركاء السياسيين في العراق، هل هو لمصلحة المواطن العراقي؟ هل هو لمصلحة الشعب العراقي؟ هذا عنوان حلقتنا هذا اليوم. أستاذ لبيد الصبيدعي، عضو الميثاق الوطني العراقي، عضو التحالف الوطني المعارض عفوا. أستاذ لبيد، من وجهة نظرك يعني هل العراق مقبل على أزمة سياسية في إطار التصارع والصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية؟ هل ممكن أن تصل إلى مرحلة الاغتيالات أو السيارات المفخخة وإلى آخره، مثلما شهد العراق في الماضي قبل الانتخابات هذه الموجات؟ هل ممكن أن نتوقع أن الملف العراقي أو الملف الأمني تحديدا ممكن أن ينتكس في إطار هذا الصراع؟ نعم، جوابا على سؤال حضرتك، بالحقيقة نود أن نشير إلى أولا ما تفضل به ضيفك الكريم فيما يتعلق في محافظة النجف. يعني حدثت مصادمات يعني واستخدمت فيها أسلحة متوسطة يعني فيما بين القوى السياسية المتصارعة، وضرب مقر مثل ما تفضل الأخ العزيز، ضرب مقر لحزب الدعوة هناك. وفي البصرة منذ أكثر من 4 أسابيع هناك اشتباكات تحدث بين ليلة وأخرى بين العصائب وبين جماعة مقتدى الصدر يعني. فهناك، وهذه تمتد بالحقيقة إلى محافظات أخرى، ونتوقع، وهذه كلها سابقة الانتخابات ومرتبطة بانتخابات مجالس المحافظات كما نعلم، وأعتقد بأنها سوف تتصاعد، أتوقع بأنها سوف تزداد حدتها في ما بعد الانتخابات يعني. إذن الصراع في داخل القوى المشتركة في العملية السياسية قائم حاليا، ومن المتوقع أن يزداد ضراوة بعدها. لكن عملية الصراع الرئيسية ستستمر وستتخذ منعطفا متصاعدا فيما بين الشعب وبين القوى المشتركة في العملية السياسية وبين النظام المحافظ أقصد. لماذا؟ لأننا كما نتذكر وكما نوه إلى ذلك في بداية الحلقة بأن مجالس المحافظات تم إلغاؤها رضوخا لمطالب انتفاضة تشرين في عام 2019
كان هناك مطلب رئيسي من مطالب المنتفضين بأن تلغى مجالس المحافظات، وتم حل مجالس مفاوضات المحافظات إذعانا لمطالب المتظاهرين. لماذا؟ لأن المتظاهرين وكانوا محقين في ذلك يعتقدون بأن هذه المجالس هي بؤرة من بؤر الفساد، وهي أشد فسادا من المؤسسات السياسية والمؤسسات الإدارية الأخرى في الدولة، لذلك تم حلها. اليوم أو بعد إعادة الحياة يعني لهذه المحافظات أو المجالس والدعوة إلى الانتخابات من أجل انتخابات أعضاء هذه المجالس ورئاستها، هذه معناها أنها تجاوز كبير وضرب لمطالب الجماهير، وهذا ما سيؤدي إلى احتقانات وإلى ردود فعل جماهيرية، لأن الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات العملية السياسية كلها تجاوزت وضربت عرض الحائط المطالب الجماهيرية. لذلك فإن عملية حالة التناقض فيما بين الشعب والحكومة ومؤسسات الدولة الحاكمة ستتعمق وستؤدي إلى إرهاصات وتؤدي تطوراتها اللاحقة إلى ازدياد حدة الصراع بين الشعب وبين القوى الحاكمة. نعم أستاذ لبيد. أستاذ عبد القادر، الشعب دائما ينظر إلى نفسه أنه في خانة والحكومة في خانة أخرى. الشعب لا يرضى ولن يرضى عن الحكومة ولا عن أدائها، ويصف الحكومة والبرلمان بالسراق والحرامية والفاسدين، وهذا أمر واقع. الانتخابات ربما تقاطع بنسبة 90% بحسب ما يرى مراقبون، وهذا أمر واقع. توقعتم أن يكون هناك انحدارا أو تدهورا في الملف الأمني ربما، يعني أو العراق متجه إلى أزمة سياسية نتيجة هذا الصراع بين الأحزاب والكتل على النفوذ والسلطة، ربما يعني تكون على شكل اغتيالات وإلى آخره. يا ترى أستاذ عبد القادر، كيف تنظر إلى تداعيات هذا الصراع؟ كيف سينعكس على الواقع العراقي المتدهور بالأساس؟ المواطن العراقي الآن يشكو من جميع الاتجاهات، هناك يعني ليس هناك شيء يستبشر به الحال منذ 20 سنة، وهو يرجع إلى الوراء يوما بعد يوم وسنة بعد سنة. كيف تتوقع أن تكون وقع هذه الصراعات في قادم الأيام، أو على الأقل خلال على المدى المنظور؟ أنا أقول حقيقة بصراحة، عان الله الشعب العراقي على مصيبته التي تطول وستطول، والقادم حقيقة أيضا هو أسوأ، وهذا للأسف الشديد، لأنه مجمل الصراعات الموجودة أصبح الصراعات من المستوى الصفري، أي من المستوى الإلغائي. يعني كيف يمكن أن تريد لبلد أن ينجو وأن لا تكون هذه الصراعات موجودة، ونور المالكي يتحكم لا زال بالدولة العميقة في العراق التي مفادها أنه يرتبط بكثير من الأجندات داخلها. وهذا الشخص يعني منذ 80s القرن الماضي هو مسؤول الاغتيالات في ميليشيا حزب الله، فبالتالي كيف يمكن لهذه العقلية أن تغادر؟ يعني شخص 20 أو 30 سنة يمارس المهنة ثم عاد تسلم دولة مدعومة دوليا ولا زال هو يمارس هذه المهنة، مهنة الاغتيالات والتصفيات والإلغاء، فبالتالي سيبقى بهذه العقلية، ولذلك القادم سيكون أسوأ. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الإطار التنسيقي يعد العدة لإنهاء التيار الصدري في على سبيل المثال، وهذه ليست تحليل، هذه معلومات ومعلومة يعني للتيار الصدري ولغيره، فهم يعدون العدة لتصفية قيادات التيار الصدري، وربما تنفذ تسريبات المالكي باختيار الصدر نفسه، وهذه القضية لن تجعل التيار الصدري يصمد أو يصبر أو ينظر إلى كيف سيتم إنهاؤه. ولذلك انتخابات مجالس المحافظات لماذا يصر عليها نور المالكي؟ حتى يستحوذ بشكل قانوني كما يقول على المحافظين في هذه المحافظات، ليبدأ الملاحقات
ضد التيار الصدري، ولذلك الصدر أعلن مقاطعته بالكامل لهذه الانتخابات بشكل واضح وصريح، وسيمنع الوصول إلى الانتخابات. وما تشيرون إليه من توقعات 90% هو صائب، لأنه 19% نسبة الانتخابات، وبالتالي إذا ما أخذنا أن الصدر سيقاطع الانتخابات فإنه بمجمل التزوير لن تتعدى 10% المشاركة في الانتخابات بوجود الأجهزة الأمنية وغيرها. لذلك نحن نتكلم عن سيناريو يراد تنفيذه في المحافظات الجنوبية من أجل بسط السيطرة والنفوذ بشكل واضح وصريح على هذه المحافظات، وإلغاء كل ما هو منافس للمالكي وللميليشيات التي صنعها بشكل واضح. وقد أشار ضيفكم إلى الصراع الاقتيالي الذي جرى في البصرة بين العصائب والتيار الصدري. إذن نحن مقبلون من جهة واحدة، أنا أتكلم، مقبلون على صراع، هذا الصراع حقيقة لن يعود إلى الوراء، سيتطور. أما في المحافظات الغربية فالصراع على أشده ما بين الأطراف السياسية التي لا قيمة لها، على ما يقول العراقيين ليس لديهم مفاتيح التبن، وهم يتصارعون فيما بينهم ويستخدم بعضهم على البعض الآخر. هؤلاء بالتأكيد سيعمدون على الشكوى والاعتقال والاغتيال، وبالتالي سيدخل، لأنهم قد كشفوا عن ما في جعبتهم من خلال تصريحاتهم بالسوء والألفاظ النابية والتهديدات الصريحة. إذن نحن مقبلون على صراعات كبيرة يقابله أن الإيرانيين يستخدمون بعض الميليشيات الموجودة في الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على منافع كإطلاق يعني ديون أو أرصدة مجمدة أو تمديد اتفاقيات غاز وكهرباء مع العراق للاستفادة الإيرانية. هذا كله يأتي، وبالتالي الأمريكان يردون بالقصف. إذا نتكلم عن ساحة فيها خليط كبير من الصراعات الإقليمية والدولية والمحلية، وبالتالي الكل يبحث عن الدعم الخارجي، ولذلك أصبحت العملية السياسية هي من تفقد سيادة العراق، وهؤلاء منتهكي السيادة في العراق. لذلك حقيقة سيعمل مستخدميهم على أن تكون هناك صراعات وعدم استقرار في العراق، لأن الإيرانيين يقولونها علنا، عدم استقرار العراق مصلحة الأمن القومي الإيراني، وبالتالي المنطقة لا تريد العراق أن يستقر بشكل واضح، ولا سيما الكيان الصهيوني أيضا، حتى يبقى مستفردا في فلسطين وتبقى أن الشعب العراقي خارج المعادلة. إذا نتكلم عن مجمل هذه الأحداث تجري على الأرض العراقية، فهل يمكن لنا أن نقول واقعا أن الصراعات غير قادمة وأن الانهيارات الأمنية غير قادمة؟ بالتأكيد ستكون انهيارات متنوعة، لأنهم يريدون الوصول إلى مرحلة حقيقة خطرة، ربما سيكون سيناريو تقسيم العراق يعود من جديد مرة ثانية. ربما هؤلاء لأنهم حقيقة يريدون البقاء في السلطة، وأن بقائهم يستوجب عليهم تنفيذ المشاريع الخارجية من تدمير العراق وإيجاد الفرصة لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة أو مشروع الغزو الأمريكي السياسي والعسكري والاقتصادي. إذا نتكلم أيضا من جهة أخرى على أن البطالة ترتفع، الفقر يرتفع، وهذا كل مؤشرات للدفع بالأشخاص نحو ارتكاب الجريمة، السرقة، نتكلم عن انهيار اقتصادي، الدولار غير مسيطر عليه. إذا مجمل هذه الأمور هي تكون على أرض العراق، فماذا يمكن أن تكون النتيجة؟ بالتأكيد النتيجة هي سيئة ومظلمة. أستاذ عبد القادر، أصبح الآن العراق كالبركان الذي يثور في أي لحظة. طبعا الكلمة للشعب الذي قال كلمته عام 2019، والآن وهو يجد نفسه خالي الوفاض، يجد نفسه قد استنزف ماليا، ومحاولات طمس هويته الوطنية على قدم وساق بسبب يعني مخيمات النازحين، بسبب المدن المدمرة إلى الآن والتي لم يعاد إعمارها من جديد، بسبب حق المواطن العراقي الضائع، والأسباب كثيرة. أستاذ لبيد الصميدعي، من وجهة نظرك هل تتوقع أن يكون هناك غليانا شعبيا على غرار عام 2019؟ نعم، إذا نظرنا إلى مجالس المحافظات، أنا أعتقد أن انتخاب مجالس المحافظات سيشكل نقطة فاصلة فيما يتعلق بعملية الصراع بين الجماهير الشعب من جهة والحكومة أو النظام القائم حاليا. لماذا؟ لأن مجالس المحافظات إذا نجحت عملية الانتخابات وتشكلت من جديد هذه المجالس،
فإن عملية النهب سوف تكون متضاعفة جدا متضاعفة لعدة أسباب. أولها لأن هذه المجالس التي تم إنشاؤها في عام 2005 تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة جدا، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة يعني، وعندها نظام مالي مستقل وتتمتع بصلاحيات وضع ميزانيات العديد من القطاعات يعني مثل التعليم والصحة. يعني هذه إذن هم الذين يرسمون سياسة المحافظة الاقتصادية في وبناء الميزانيات، يعني أثقل الميزانيتين هي ميزانية التعليم والصحة، وتمتلك السند القانوني لتنصيب أو إقالة المحافظ يعني هذه المجالس. فإذا تخيل يعني بموجب ذلك تخيل حجم النهب، عملية النهب والسرقة والنصب والمحسوبيات كيف ستتضاعف وتكبر في على مستوى كل محافظة على حدة. لذلك فالمواطن سيشعر بذلك مباشرة يعني بعد تشكيل هذه المجالس، وستنتقل حالة المحافظات ومن من من سيء إلى أسوأ بكثير. لذلك فنتوقع بأن عملية الاحتقان وغضب المواطن وغضب الشارع سيتضاعف أيضا بما أنه عملية الفساد ستتضخم أكثر فأكثر. فأنا أعتقد أن هذه العملية بالحقيقة ستأتي بنتائج معاكسة ونتائج تتناقض مع ما تطمح إليه الحكومة، لأن نتيجتها ستعزز حالة الفساد القائمة، وبالتالي ستعمق الهوة بين جماهير الشعب وبين النظام القائم، والتي ستترجم مع الزمن ستترجم إلى عملية على حالة انتفاضة على حالة انتفاضة، وقد تتبلور إلى ثورة عارمة تطيح بهذا النظام. شكرا أستاذ دبيد. أخيرا في دقيقة واحدة لو سمحت أستاذ عبد القادر، هل تتوقع أن يكون هناك كلمة قاسية لها وقعها، كلمة من الشعب العراقي على غرار ما حدث عام 2019 وشهد العالم ما حصل من قمع لهذه الثورة؟ من المؤكد تماما أن العراقيين لن يسمحوا ببقاء هؤلاء، ولن يسمح العراق أن يرضى لنفسه أن يكون متفرجا أمام ما يحدث لوطنه. لكن كما تعلم أنه قمع، وبالتالي الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا لكل الشعب العراقي، والوعي يزداد بشكل كبير تماما. وأنا قلت سابقا وأقول لاحقا أن مقاطعة العراقيين للانتخابات لم تكن هذه المرة مقاطعة نزوة، إنما كانت مقاطعة مشروع. وهذا الوعي الذي وصلنا إليه حقيقة سيتجسد رغم كل هذه الدعايات الانتخابية في هذه الانتخابات، لأنه فقط معلومة أكشفها عبر قناتكم، أغلب المؤتمرات الانتخابية أنا سألت المقاولين الذين يأخذون أموالا لإنتاج تجمع من 1000 إلى 500 شخص للقائمة الانتخابية، يقول أغلب هؤلاء الحاضرين لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، أي لا يحق لهم الانتخاب. فلذلك حقيقة الشعب العراقي سيقاطع وسيقول كلمته بالوقت المناسب، وهناك حراكا حقيقيا بين القوى العراقية وبين الناشطين العراقيين لذلك. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وشكرا للأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.